بزاف ديال الدراري عندهم مشكل ديال اللحيه، اللحيه ديالهم خاويه ولا اللحيه ما عامراش ولا عندهم الشعر خاوي ولا مثلا اللحيه فيها شي بلايص خاويين. بزاف الدراري كيسولوني زكريا عافاك شي برودوي يكون افيكاس ويكون شي حاجه اللي هي مزيانه اللي تقدر انها تنوض لينا اللحيه. اليوم الاخوان جبت لكم برودوي كيف ما كتشوفوا معايا اللي فريمون افيكاس للحيه وللشعر. باش تفهموا هادشي كامل خليكم على فيديو حتى الاخر، ما تفوتوا حتى شي دقيقه باش تقدروا انكم تستافدوا. السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في القناه ديالكم هوس الحلقه. شكرا لكم بزاف الاخوه على السيبور ديالكم وعلى الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف. الا كنتي اول مره كتفرج فينا واول مره كتشوف قناه مهوس الحلقه وبغيتي تستافد مجال الحلقه، مرحبا بك. ما تنساش تفضل تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس الاخوان باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اوكي الاخوان، قبل ما نبداو هاد لا فيديو بغيتكم كاملين ديروا لايك، تهبطوا لتحت تكتبوا لي كومونتير ديالكم باش هاد لا فيديو ان شاء الله تطلع وتوصل عند بزاف ديال الناس ويستافدوا منها بزاف ديال الناس، وتكون انت هو السبب باش هاد الناس كاملين استافدوا. هاد البرودوي الاخوان اللي كتشوفوا معايا المينوكسيدين فراه هو معروف عالميا الاخوان، يعني معروف بانه كينوض الشعر وبانه عنده نتائج اللي هما يعني صحيحه 100%. ولكن اللي خصكم تردوا منو البال الاخوان هو هذا البرودوي هذا، لا بليبار ديال الدراري كيعرفوه ولا بليبار ديال الناس كيعرفوه. هذا البرودوي الاخوان فيه الاصلي وفيه مقلد بطبيعه الحال، فإلا خديتي داك العادي راه بطبيعه الحال ما غينوض لك حتى شي حاجه، وإلا خديتي الاصلي ان شاء الله غادي تلقى نتائج اللي هما زوين. كاين بزاف ديال الدراري اللي عندهم واحد المشكل اللي هو كبير بزاف، وكيجيوني بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال لي كومونتير على هذا البلان. هو مثلا كاين الدراري ما عندهمش اللحيه، كيقول لك خويا زكريا عافاك الا كاين شي برودوي بروفيسيونيل ولا افيكاس يقدر انه ينوض لنا اللحيه، ولا الا كاين شي برودوي مثلا بلا نطيح ليه الشعر بغا يدير شي برودوي باش ينوض ليه الشعر ديالو. انا بطبيعه الحال ما قدرت نشرح حتى شي برودوي وما قدرت ننصح حتى شي برودوي، لانه ما عمرني شفت شي حاجه يعني بعينيا بانه راه هذا البرودوي راه فريمون كينوض الشعر. ولكن الاخوان في هذه الحاله اللي غادي نشرح لكم هذا البرودوي هذا اللي هو المينوكسيدين، يعني انا شفت النتيجه بعينيا، يعني بعينيا شفت النتيجه. واحد صديق ديال الاخوان اللي كان كيستعمل هذا المينوكسيدين هذا اللي انا كنت كنعرفو بانه ما عندوش اللحيه، يعني اللحيه ديالو ما عندوش. غنخلي لكم تصور الاخوان هنا ما كانش عنده اللحيه نهائيا الاخوان، واحد المده تقريبا ديال 3 شهور ومع 4 شهور ما عرفش اكزاكتومون يعني الوقت بالضبط، ما شفتوش هذاك الدري، ما شفتوش ديك المده ما شفتوش. فمنين عاود شفتو ولقيت عنده اللحيه ناطله، قلت له ويلي راه ما يمكنش اصاحبي وانت اللحيه ما كانتش عندك وناطلك. قال لي راه كنت كنستعمل واحد البرودوي اللي سميتو المينوكسيدين، وهنا هذا المينوكسيدين الاخوان ديجا كنسمع به وديجا قريت عليه، يعني عارف عليه معلومات، ولكن ما كنتش متاكد يعني بانه راه فري كينوض الشعر وبانه بالصح راه عنده نتائج اللي هما زوين. ولكن فاش شفت انا داك الدري فلاحظت بانه راه بصح، يعني وداك الدري انا كنعرفو شخصيا يعني راه ما عندوش اللحيه، ما عندوش نهائيا اللحيه، وليت عنده اللحيه. يعني هذا البرودوي فريمون يعني عنده نتائج اللي هما مزيانه. وبطبيعه الحال فاش تلاقيت مع داك الدري خصني ضروري نسول ناخذ من عنده معلومات. بطبيعه الحال بقيت كنسولو قلت له هذا البرودوي هذا اللي كتستعمل، قلت ليه راه انا قريت عليه يعني عارف عليه معلومات وعارف كذا، واش زعما راه فري يعني افيكاس كينوض الحياه؟ قال لي قال لي راه استعملته لواحد المده اللي هي 3 شهور تقريبا، قال لي 3 شهور بداو كيبانوا يعني النتائج اللي هما، قال لي في الشهرين الاولى بداو تيبانوا النتائج. قال لي حتى انا في الاول صراحه قال لي يعني ما تقتش يعني بهذا الشيء، قال لي خصوصا انه كنت استعملت واحد البرودوي اللي سميتو ميت المينوكسيدين، قال لي استعملته، قال لي ولكن كنت شريته من عند يعني غير شريته هكا، قال لي ما عطانيش شي نتيجه اللي هي مزيانه، قال لي ولكن فاش بحثت لقيت بانه فيه الاصلي ديالو وفيه المقلد ولا كيف ما كنقولوا حنا الشينوا ديالو. قال لي مشيت كنقلب، قال لي حتى لقيت الاصلي ديالو وخديته، وبطبيعه الحال قال لي فاش استعملت واحد المده ديال شهرين قال لي بداو تيبانوا لي يعني النتائج، شي حاجه يعني كتبان لك بعيني. قال لي ودابا يعني راه كاين فرق اللي هو كبير بزاف. وبطبيعه الحال زدت سولته قلت ليه زعما واش ما كاينش شي اضرار، يعني واش ما عندوش شي حاجه زعما مثلا شي حساسيه ولا شي حاجه كيدير شي حاجه مثلا حسيتي بشي حاجه تبدلات فيك من نهار بديتي كتستعمل داك البرودوي؟ قال لي صراحه لا، قال لي يعني ما عمرو دار لي قال لي شي حساسيه ولا شي حاجه، قال لي فقط فيه واحد يعني فيه واحد بحال قلتي من الاعراض الجانبيه ديالو، وهاد القضيه فريمون انا قريتها يعني كاتبينها عليه، قال لك من الاعراض الجانبيه ديالو هو كتحس بالعياء في الايام الاولى ملي كتكون كتستعملو، خصوصا ملي كنتي كتستعملو في الراس. اما في اللحيه ما كنظنش انه كيدير هذا البلان، قال لك يعني كتحس بشويه ديال العياء، كتحس براسك بحال ترخيتي واحد شويه،
قال لي فقط هادشي باش كنحس، قال لي فقط ديك السيمانه الاولى ولا ديك 4 ايام الاولى، قال لي من بعد ولا عادي. يعني خديت من عنده هاد المعلومات كاملين اللي خبروا بطبيعه الحال. داكشي علاش الاخوان درت هاد لا فيديو على هاد المينوكسيدين هذا، باش الدراري يستافدوا، الناس اللي بغاو يعني يقدروا انهم يديروا هاد البرودوي، فراه هو شي حاجه اللي هي ايفيكاس واللي انا شفتها بعينيا. وبطبيعه الحال غادي نخلي لكم الدراري النمره ديال الدري اللي كيبيع هاد البرودوي هذا، صراحه يعني هو كيدير هاد البرودوي وفي نفس الوقت كيبيعو، يعني غادي يبيع لكم شي حاجه اللي هي اصليه واللي انا كنعرفو شخصيا، يعني الدري كنعرفو شخصيا، اللي يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه. تقدر مثلا الا بغيتي تشري من عنده، مثلا كنتي في شي مدينه وحده اخرى، يقدر يصيفط لك حتى للمدينه ديالك، تقدر انك تخلصو ويصيفط لك، ما تلقاش معاه مشكل نهائيا. واي واحد اللي خونا بغى يشري من عنده ولا خدا من عنده ولقى معاه شي مشكل، يتواصل معايا انا شخصيا، انا نقدر نحل هذا المشكل. صيفطي ليه فلوس، ما صيفطش لك برودوي، واخا انا متاكد انه مليار في المية ما تلقاوش معاه مشكلة الاخوان. المهم الناس اللي بغاو يشريوا هذا البرودوي هذا، غادي نخلي لكم النمرة ديال الواتساب ديالو اللي هي هادي، دخلوا عنده قولوا له جينا من طرف زكريا، فبطبيعة الحال غيدير معاكم ادمينة اللي هما مزيانة، ويقدر يصيفطوا لكم يعني فين ما كنتو في المغرب كامل، فراه تي ليفري المغرب كامل. وعلى ما شفت انه عنده ادمينة اللي هما مزيانة، صراحة عنده ادمينة اللي هما مزيانة. ولكن شنو هو المهم في هادشي كامل؟ راه ماشي هو الثمن، ماشي هو واش يصيفط لك ولا ما يصيفطلكش. المهم الاخوان هو انه عنده هاد البرودوي هذا ولا هاد المينوكسيدين اصلا الاخوان، لانه هذا البرودوي كيدخل من الولايات المتحده الامريكيه، يعني كيدخل من ميريكان، باش تكونوا عارفين هو اصلا كيتصنع في ميريكان وكيدخل من ميريكان. يعني خصك تاخذ شي حاجه اللي هي اصليه الاخوان، باش تقدر انك توصل نتائج اللي هما مزيانه. الدري لانه كنعرفو شخصيا، يعني الدري اللي كبرت معاه، يعني شي واحد راه بحال خوك الاخوان، يعني راه تتعرف عليه الصغيره والكبيره كيف ما كنقولوا. وصراحه انا عجبني الحال بزاف فاش تلاقيت معاه غير صدفه، وقلت ليه شوف انا غندير لك فيديو سيدي بالصحه والراحه. علاش؟ حيت عجبني هذاك الشيء، يعني بنادم ما كانش عنده اللحيه وفريمو كان معقد من اللحيه. تخيل معايا واحد معقد من اللحيه ولقى واحد البرودوي اللي هو زوين، داروا اللحيه ديالو ونط ليه اللحيه. وبزاف ديال الناس صراحه فاش دخلت كنقلب، بزاف الناس شكروا هذا البرودوي هذا. ودائما الاخوان كيف ما قلت لكم يعني كينصحوا ولا كينسيستيو على تاخذ المنتوج الاصلي. هادشي اللي كاين الاخوان. والا بغيتو نديرو شي فيديو اخر، نقدر نشرح لكم طريقه الاستعمال ديالو ونزيدو نتعمقوا فيه بزاف. هادشي اللي كاين، تهلاو لي فراسكم بزاف. كان معكم زكريا من قناه مهووس الحلقه. المهم اللي بغى شي حاجه الاخوان كيف ما قلت لكم، راه نخلي لكم الواتساب ديالو هنايا. تهلاو لي فراسكم بزاف. بيس لكم، راه فهمي.